شكرا للزميل تقي الله الأدهم. ومشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في هذه الفسحة ضمن برنامج السهرة الخيمة الرمضانية. نتواصل معكم، ومعنا اليوم شباب مبدعين استطاعوا أن يقدموا طبعا إبداعات على التطبيقات الذكية، الهواتف الذكية. يسعدنا أن تكون معنا هذا المساء مانا سيد أحمد الحبيب ومحمد لمين أحمد سيدي، وكان من المفترض أن يكون معنا أيضا سيد أحمد والمحمد يحيى. مانا مساء الخير. مساء الخير، رمضان كريم. شو نسيتوا اليوم على الصيام؟ ما شاء الله كان ياك ما تعبكم الصوم اليوم. ممتاز الحمد لله. أول شيء كانت عندكم عاكفين على إعداد لعبة انقالها ليون أن موريتانيا، وهذه اللعبة تمكن تعرف بالمدن الموريتانية وتعرف بالتراث. اول شيء نختاروا نعرفوا انتم فريق تكون من ذات الواقيش، نختاروا نعرفوا اشتميتوا اني التقيتوا اولا والافكار الجديده. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. في البدايه نود ان نهن الشعب الموريتاني بمناسبه شهر رمضان المبارك، و نشكر التلفزيون الموريتاني على الاستضافه والتي من خلالها سنعرف بالمشروع ليون موريتاني. محمد لمين، بسمح لي تلاقيت مع زملائك مانا وسيد احمد، وشني كيف جاتكم فكره هذا المشروع؟ المشروع نحن تلاقينا الفضل يعود لرئيس مدير شركه ماستر الذي من خلاله تعرفنا، فنشكره جزيل الشكر السيد محمد علي ومحمد لين. مانا انت حاصله على ماستر في الهندسه المعلوماتيه من جامعه باريس باريس سيد، وطبعا عندك كثير من المشاريع والافكار في مجال المعلوماتيه ومجال التطبيقات على الهواتف الذكيه وعلى حتى الويندوز. اختاروا نعرفوا شوي هذه التجربه، تكلمينا عنها. حتى ذي التجربة بالنسبة لي أي شاب موريتاني، بما أن الزمن شباب أكثريتهم يقرأوا في الخارج ويسافروا، يجبر أجانب، وذوك الأجانب يواجع يعودوا ما يعرفوا موريتان، لين تعود تقول أنت جاي من منين، أول سؤال ينطرح عليك أنا جاي من موريتان، ذا هو رقاج اللي مجاوبه ما يعرف موريتان. ذاك السبب جبرنا لودنا الطريقة نعدوا بها سفير الموريتاني عرف موريتان في الخارج، ونين خرصنا وقعدنا في بليده وبحثنا الفكره اللي هو ايش باش نقدروا نعدوا، هي لعبه اياك نقربوا بها لي زيترونجي الاجانب، طريقه تعود مسليه شوي، يعود طريقه مسليه يكتشفوا موريتان. اذا اللعبه تعرفك في كل مرحلة على مدينة من المدن الموريتانية، تعرفك على ثقافتها، بما أن احنا ما شاء الله عندنا عندنا ثقافة، تنوع ثقافي ريش، وعندنا كذلك أماكن سياحية معروفة جدا يعني تاريخهم كبير. يعني موريتان مليئة بتضاريس، وكل منطقة أيضا عندها خصوصيتها الثقافية. ذاك هو اللي يسيو على أنه في كل مرحلة من اللعبة اللي هي عرفك ليودا تلعبها، في نفس الوقت تكتشف روايات جدد. من درنا فيها دي زوبجي تراديسيونال كي باغ اكزومبل قطحة برات تجبرهم، شفنا جمل على موريتاني. ذاك لوجو هنا اخترناه يعود ليو راكب على جمل، ياك نعتوا به قضية انتمائنا للصحراء. نختاروا نعرفوا ما وقتنا ما وياسر، حتى نختاروا نعرفوا كل هدور شنو هو. محمد لمين، تدورك شنو هو في المجموعة؟ محمد لمين دوري مبرمج برمجة اللعبة أساسا، أنا طبعا ومعنا سيد أحمد. ومعنا سيد احمد والمحمد يحيى ما قد يحضر اليوم، هو نوتر ديزاينر، هو اللي يرسم من اللعبه. ونختار نلفت شوي نظر على ان نحن ذي اللعبه جاتنا مع انطلاقه الهادينا ريمتيك لمسابقتهم موري اب تشالنج اللي فزنا طبعا بالمرتبه الاولى فيها، وكانوا معنا مشاريع شبابيه كانوا فكرهم زينين حتى، ومعنا نعتبر على العشره اللي معنا فايزين. نختار ونعرفوا شنو هي الطريقه اللي قديتوا انتم تجذبوا بها انظار لجنه التحكيم وحصولكم على المركز الاول. نحن قاع من فزنا تفاجئنا عودا ذي الروايه ذا التطبيق كلعبه اول من نوعه في موريتان، اول مره في موريتان وحكمه قاع في الافريق كامله الدول اللي حذانا تعد اللعبه 100%
موريتانيا. ذاك السبب كنا مشاكين على الجمهور ما ولي يتقبلها حتى والله تقد ما تزيان عنده. إنينا ترينا نقدموها انبهرنا على كانت إني دي إنوفانت بالنسبة للجنة التحكيم وزيانة عندهم حتى بما أنها فكرة جديدة. والجمهور بهرنا كذلك صرتوا على سابق المسابقة بنهار عدنا ينباج على فيسبوك ليو إن موريتانيا وفتبارك الله ظرف 24 ساعة حصلت على أكثر من قريب من 500 لايك وكانت الناس كاملة عجلانة على أنها تجبر اللعبة وتلشارجيها وتلعبها. وشن هي الصعوبات محمد أمين اللي جبرتوا تم فريقكم؟ شن هي الصعوبات اللي جبرنا؟ أولا ان نعود مقنعين للناس فهم الدعم اساسا ما راك متاكد ان الناس لا تتقبل الفكره اولا فهم مشكله مالي مقد البرمجه تتطلب دعم مادي لابد من فتح تبرعات ياك فهم دي فونكسيوناليتي مكلفه ياك تطلب دعم مادي ياك قد طبعا نتمنى لكم التوفيق معنا السيد احمد الحبيب ومحمد لمين السيد احمد سيدي والسيد احمد والمحمد يحيى. نتمنى لكم طبعا التوفيق وننتظروا كل جديد ان شاء الله من قد هذا. اذا المشاهدين الكرام فسحتنا لهذه الليله انتهت، نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات الخيمه الرمضانيه ونتوقف الان مع الى اللقاء.